الاتحاد الليبي يا شهاب، قول لي يا وايد، كنت واخد قرار انك تشوط الكوره من المسافه دي؟ اكيد اكيد. كنت واخد القرار؟ كنت واخد القرار. جهز نفسك، محدش حواليك قال لك ما تشوطش؟ كابتن بركات، والله قال والله لك ما تشوطش؟ انا فاكر رد فعله لحد دلوقتي، بس ايه مش بقى؟ هينفع اقوله، انا مش هينفع اقوله. بس يعني في معناه ان انت ما تشوطش. كنت سامعه وانت خلاص واخد لان القرار هو تسامعه، كان ومع على ذكر يميني بالظبط. ومع ذلك قررت انك تشوط برضه. يعني عشان هو كان قريب مني فانا كنت سامعه، لكن انا كنت واخد القرار. كنت يعني واخد كنت القرار. واخد القرار. انا كويس ان انت كنت واخد القرار. ف اغلى جون في حياتك ده؟ طبعا طبعا، لان الهدف ده يعني ما انا يكفيني ان هو محطوط دايما، يعني جمهور النادي الاهلي بيعرفني فاكرني متعلق بيه. بيه جدا جدا. مع ان انا جبت جوان بعديها يعني كذا جول، بس الجول ده طبعا ده اللي فارق مع الناس، وده اللي معرف لحد دلوقتي، وفي يعني الناس بتفتكر شباب دايما بالجول دوت. يعني الناس كانت بتتعامل معاك ازاي في الشارع بعد الجون ده؟ جمهور الاهلي كان مستقبلك ازاي؟ لا لا لا، ايوه. الدنيا كانت مختلفة خالص. يعني قبل الجون مختلف عن بعد الجون. طبعا، لان قبل الجون انا كنت جبت جون في المصري بورسعيد، انا فاكر في استاد القاهرة في الدوري، وجبت جون في المنصورة برضو شوطة. لكن الجون ده في توقيته كمان، وان الماتش اصلا كنت خسرانين هناك 2-0، الماتش كان مكهرب وكان خلاص الماتش بيخلص وهتلعب ضربات جزاء. فتوقيت الجون وبالمناسبة البطولة دي احنا وصلنا نهائي ساعة الماتش بتاع انرامو، بتاع لما جاب الجون بإيده في الترجي. فلا طبعا انا بعتز بالجول ده جدا، ومن يمكن زي ما انت بتقول النادي الاهلي لحد دلوقتي طبعا. يعني معلق معاهم ان الشاب جون الاتحاد الليبي ده. يعني طب مش انت الاهلي ليه بقى؟ يعني مين سبب رحيلك عن النادي الاهلي او ايه الكواليس؟ والله بص يا امير، يعني الكواليس اصل خلي بالك، الناس ما كانتش متوقعه قوي ان شاب يمشي من النادي الاهلي بعد المردود الايجابي اللي انت كنت بتقديه مع انا الفريق. لحد 2014 انا كنت بلعب، فاهم؟ يعني انا لعبت بطولة 2013 كلها ما عدا ماتشين في افريقيا، لان كنا بنلعب في افريقيا بس ساعتها. وبعد كده لعبنا الدوري بتاع الدوره 2013 كان الرباعيه مع كابتن محمد يوسف. محمد يوسف، بعد كده الدوره الرباعيه، وساعتها بدانا الكونفدراليه، لعبت لحد دور الثمانيه. فحصل تاتش بينه وبين حد يعني في النادي، وانا مين؟ بدون ذكر اسماء حد؟ يعني، طب يعني مدير فني، لا مدير لا لا مش كورة، مدير فني، هو مدرب كان مع ال مع الجهاز الفني. والموضوع بقى عندي ده اللي على هو طول. الجهاز بتاع كابتن محمد يوسف. لا لا لا، بعد كابتن محمد كان يوسف، مين بعد ما بعد مشي كابتن محمد؟ جريدو؟ ما كان جريدو كان صح؟ كابتن فتحي مبروك. لا لا، انا مشيت اول ما جاريدو جه، حضرت معاه اسبوع بالظبط تمرين ومشيت يعني، فاهم؟ فالقصه كلها بس ان زي ما بقول لك، هو انا برضو كنت لسه صغير خلي بالك، فالموضوع كان في موضوع عندي شويه مع ان انا صممت على رايي، فحصل حاجة فنية يعني؟ لا بقى حاجه مش فنيه اصلا، امال ايه بقى؟ يعني حاجه مش فنيه. هو انا قلتها قبل كده، قلتها ان في حد وصل لمدير الكوره او الاداره ان انا شتمت حد، شتمت النادي طيب ما هو ده وشتمت السؤال انا المدرب. كنت عايز اساله لك، يعني اتقال ان انت سبيت الاهلي ورموزه و... لا لا لا، ولا حصل حاجه من ما الحاجات دي حصلش. خالص، لان انا ساعتها كابتن علاء عبد الصادق وكان معايا كابتن وائل جمعه، يعني يعني كابتن وائل جمعه كان معايا في الماتش ده اصلا، كنا طلعنا بره سكور انا وهو احمد خيري. فجينا تاني يوم التمرين فبيقول لي انت شتمت، قلت له شتمت مين؟ انا كنت معاك فوق في المدرج. فقال لي اصل كذا كذا بيقول ان انت شتمت. فرحت داخل على كابتن علاء بصادي ساعتها، قال لي انا عارف ان انت لو عملت كده انا مش هرحمك ساعتها، قال لي طب الكلمه دي بالظبط. قلت له طب يا كابتن، طالما انت عارف ان انا ما عملتش كده يبقى اللي كنت هتعمله معايا تعمله معايا. قال لي خلاص ومش، قلت له لا مش خلاص. فانا بقى فاهم، لان انت بتقول ليه كده اصلا؟ يعني انت بتقول ليه كده؟ ده المدرب. بتقول ليه كده؟ يعني هتستفاد ايه ولا؟ فبس فبعد كده بقى فضلت بقى، طب انا عايز امشي، طب يا جماعه كابتن علاء طب العب، طب لا انا قفلت صممت. قفلت. لان انا كنت شايفها بصراحه، انا بقى لي سنين في النادي الاهلي عمري ما عملت مشكله ولا اتكلمت مع حد، ولا انا يوم ما كنت بتضايق عشان ما بلعبش مثلا طبيعي ان انا اتضايق، صح، اي حد لكن كده. عمري ما اغلط ولا اوجه ان انا اشتم حد، ولا اجرؤ ان انا اتكلم على حد في النادي الاهلي، فاهم؟ فده كان سبب بقى ده الرئيسي انك ده من الاسباب الرئيسيه. وبرضو انا برضو اتصرفت بطريقه، يعني كنت بقول لك لسه صغير، فالموضوع شايف ان انت تسرعت في قرارك او في تصميمك على القرار بتاعك.
طبعا يعني انا اه مش هقول لك ان انا اللي انا عملته ده صح، اه بس الطبيعي ان انا عملته كنت مستني ردة فعل من مثلا من كابتن علاء قصادي مثلا او من الاداره. كان ساعتها اصلا كابتن حسن حمدي وكابتن محمود خطيب مش كان ساعتها ناقص كباشمهندس واحد محمود طاهر طاشر. لسه جاي، فاهم؟ لكن انا لو كابتن حسن وكابتن خطيب كانوا موجودين كان الوضع هيبقى مختلف، ليه بقى كان ايه اللي لان هم هيحصل؟ عارفيني يعني، هم عارفيني فاهم يعني، على ما كانوش هينساقوا مع مثلا مع الموضوع ده او مع الكلام اللي ده. اتقال. وهم لا هم كانوا عارفين ان انا ما عملتش كده اصلا يعني، هم كانوا عارفين ان انا ما طلعش مني لفظ او ما اتكلمتش على حد ولا اي حاجه من الكلام ده، لكن هو الموضوع كان مني انا، ان انا نشفت دماغي زي ما بقول لك كده، والموضوع بقى كده خلاص بقى عند دخل في عند. عندي بالظبط. ورحت رايح بقى، رحت ساعتها ايه، طلعت الجيش ولا رحت؟ طلع الجيش، رحت طلع الجيش، كنا مشينا كان فاضل اسبوع على نهاية القيد، فاتبلغنا بعد تمرين روحنا البيت اتبلغنا ان احنا مش موجودين في النادي. بعد كده رحت طلع الجيش، وبعد كده بتروجيت بتروجيت. وانتاج حربي قبل ما اسافر السعودية.